علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وبشر المحسنين. الآيات الكريمة في هذه السورة المباركة في سورة الحج تشير إلى مسألة مما ينبغي على العبد المؤمن أن يفعله تقربا إلى الله عز وجل، وهي الأضاحي والهدي. أما الأضاحي فكلنا يعرفها وكيف تؤدى وكيف تصنع، وأما الهدي فكثير من الناس لا يعرف عنه شيئا. والهدي هو ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إهدائه البدن المذكورات في هذه الآية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ما معنى البدن في البداية؟ البدن جمع بدنة، والبدنة تطلق في الأصل على الإبل، يعني على الجمال والنوق، ويدخل فيها البقر، فالإبل والبقر تسمى بدنة، وإنما سميت كذلك لبدانة جسمها وضخامتها. هل يدخل فيها الغنم؟ لا. قال لا يدخل يعني لا يصح، لا مو ما يصح، لكن لا يدخل. يدخل في آية وكلمات أخرى ذكرها رب العزة هي الأنعام أو النعم، وبعض الناس يسكنها وهو خطأ كبير، يقول النعم، هي النعم أو الأنعام. تلك تشمل ثلاثة أصناف، وهي ما يضحى بها: الإبل والبقر والغنم. أما البدن هنا فهي صنفان: الإبل ويلحق بها البقر، وسميت كذلك كما أشرنا لبدانتها وضخامة جثتها. وقلنا إنها تصح في الأضاحي وتجزئ عن سبعة، هذا أمر معلوم، ومن ثم ينبغي أن تؤدى أيضا كهدي، والهدي شيء قليل من يعرف. الهدي هو ما يسوقه الحاج أو المعتمر تقربا إلى الله تعالى فيذبحه عند بيته الحرام، أو في عصرنا يوكل الجمعيات الموجودة هناك مثلا ليذبحوها عنه قربة إلى الله. قال ما هذا؟ هو الأضحية؟ لا، ما هو الأضحية، ولا علاقة له بالأضحية. الهدي عبادة خاصة وقربة خاصة يفعلها الحاج أو المعتمر. المقيمون الذين لم يذهبوا إلى الحج أو العمرة يسن لهم التضحية الأضحية، أما من ذهب إلى الحج والعمرة فيسن له الهدي، أن يذبح إما إبلا أو بقرا أو غنما قربة إلى الله تعالى. بعض الناس يسمع بهذا الحكم فيظنهم كفارة لتقصيرات فعلها في أثناء الحج، وهذا موجود. إذا وقع الإنسان في بعض محظورات الحج كأن حلق شعره أثناء إحرامه أو قص أظافره أو تطيب حط عطر يعني أو كذا، فإنه يشرع له ككفارة عما فعل أن يذبح. هذه الذبائح تسمى أيضا هديا. فمن الهدي نوع واجب يؤديه الإنسان إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام، ومنها نوع مسنون هو الذي لا يعرفه كثير من الناس، حتى لو لم أفعل أي محظور من محظورات الإحرام فيسن لي أن أذبح وأهدي لبيت الله الحرام.
هذه فكرة عامة عامة عن الموضوع، مقدمة لما في هذه الآية من كلمات لعل بعض الناس يجد فيها صعوبة، ولا بأس أن نبين معناها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الشعائر هي الأشياء التي يعظم فيها اسم الله تعالى ودينه سبحانه وتعالى، هذه الشعائر. فالصلاة شعيرة لأنه يعظم فيها اسم الله تعالى ودينه، والذبيحة أضحية كانت أو هديا لوجه الله عند الكعبة المشرفة أيضا شعيرة من شعائر الله، وهكذا الحج بذاته شعيرة. فالشعائر هي الأشياء التي يعظم فيها رب العزة. البدن جعلناها لكم من شعائر الله لتعظموا اسم الله فيها. قال لكم فيها خير، في ذبحها والتصدق بها لكم أجر عظيم، فاذكروا اسم الله عليها صواف. هنا تبدأ بعض الكلمات التي قد يصعب فهمها لمن لم يشتغل بها. الصواف جمع صافة، البدن تصف جنب بعضها البعض وتوقف على ثلاثة من قوائمها الأربع، وتعقل القائمة الرابعة. وقفوا على حيلة يعني بالعامي على الأربع قوائم، ثم أحد القوائم يقال أنه القائمة اليسرى، رجلها اليسرى، يعقلونها يعني يربطونها ويجعلونها تنزل قليلا إلى الأرض، وباقي قوائمها مستقيمة واقفة عليها. هذه سنة ذبح الإبل، والإبل يسن فيها النحر، والنحر على الشكل التالي: أن تنحر من آخر رقبتها وليس من أولها، وتنحر وهي قائمة صافة معقولة لرجل واحدة وباقي أرجلها قائمة عليها ومستوية. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، وهي مصفوفة وقائمة على أرجلها عقلت رجل واحدة منها، فسموا الله تعالى وكبروه ثم انحروها. فاذكروا اسم الله عليها صواف. وهنا مسألة مهمة، كثير من الناس وبخاصة من يقوم بالذبح من الإخوة الجزارين ينساها، فلا تراه يقول عند الذبح إلا الله أكبر الله أكبر ويذبح. والمطلوب في الذبح قبل التكبير، وهو أهم من التسمية، ومعظم من يذبح لا يسمي أصلا، ما يقول إلا الله أكبر. قال هل تحرم؟ لا تحرم، ولكنه مكروه، ترك التسمية مكروه. أهل العلم قالوا إن لم يذكر اسم الله تعالى أبدا بأي صيغة كانت حرمت الذبيحة. فإذا ذكر اسم الله تعالى ولم يسمي، كأن قال فقط كما يفعل في كثير من الأحياء الآن، فقط يقولون الله أكبر ويذبحون كريا، الأولى إذن ماذا يفعل الإنسان؟ يقول بسم الله والله أكبر حين الذبح، ويذكر الجزار والقصاب بذلك. فاذكروا اسم الله عليها صواف. الآن نحرت، فما الذي جرى لها؟ كانت كما قلنا واقفة، هذه السنة في نحر الإبل، هذه الطريقة أن تكون قائمة ومعقولة رجل واحدة، ستقع إلى الأرض. قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. معنى وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها أطرافها إلى الأرض نتيجة موتها بعد ذبحها. هذه النعم الإبل والبقر ستسقط إلى الأرض، وجبت الجنوب أي سقطت أطرافها على جنبها الأيسر أو الأيمن إلى الأرض بعد أن ماتت. وهذا يشير إلى مسألة مهمة أيضا، فإذا وجبت جنوبها أي تحققتم موتها نتيجة سقوطها وتأكدكم من وفاتها بعد نحرها وذبحها، حينها ابدأوا بسلخها والأكل منها.
أيضا لا كما يفعل كثير من الناس الآن، ترى الذبيحة لا تزال تلفظ أنفاسها وتتحرك ويبدأ بسرق جلدها وليس في قلبي رحمة. فإذا وجبت جنوبها كما قلنا وجبت سقطت جنوبها أكتافها تميل إلى الأرض لأنها قد ماتت، فانتظروها المعنى حتى تتأكدوا من خروج روحها، ثم قال فكلوا منها. ثم يأتي قوله سبحانه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذا هاتان الكلمتان يتوقف كثير من الإخوة يريدون أن يفهموا معناهما. ذكر أهل العلم أقوالا عديدة في معنى هاتين الكلمتين، أرجحها والله تعالى أعلم أن القانع هو الإنسان الفقير العفيف الذي لا يظهر لك فقره، وإنما تستشعر من حاله وحسن أدبه وكياسته أنه محتاج، هذا قانع يقنع بما رزقه الله تعالى ولا يظهر للناس أنه فقير ولا يتعرض لهم بسؤال ولا يبدي لهم حاجته ولا يعرض عليهم مسكنته وفقره، هذا قانع. وقد قدمه الله تعالى في الإعطاء والإنفاق عليه لأن مثل هذا هو أولى بالصدقة عليه. السائل تعرف أنه فقير مثلا هو يسأل، أما القانع العفيف الذي لا يظهر عليه إلا سيم الأدب والذي يحسبهم الجاهل كما قال رب العزة أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاحا، دخيل الله فرمان الله عطيني إلحافا هذا يعني إلحاحا، لا يسألون الناس إلحافا، قدمهم رب العزة في العطاء. فهؤلاء يقدمون إن كان في عطاء الذبح من اللحم الذي يتصدق به أو من أي عطاء آخر، فابحث رحمك الله عن أمثال هؤلاء، الصدقة على هؤلاء أكثر أجرا وأعظم ثوابا. فهؤلاء متعففون مستورون بستر الله لا يظهرون فاقة ولا حاجة، دليل ذلك زيادة الإيمان في قلوبهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى. فعن مثل هؤلاء يبحث الإنسان. قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. المعتر هو الفقير لكنه الذي يتعرض للأغنياء بالسؤال والطلب، كما قلنا هناك أقوال كثيرة، هذا والله أعلم أرجحها، الذي يقول لك يا أخي أنا بحاجة ساعدني كذا كذا، هذا هو المعتر. مما يدخل في هذه الكلمة المعتر ما يتساءل عنه بعض الناس اليوم، فيقول يا أخي أعطي السائلين اليوم من الرجال أو النساء الذين يقفون مثلا على أبواب المساجد فيسألون؟ أقول للأسف هذا أمر صار مشاهدا وهو أمر يحز في النفس لكنه واقع، للأسف أن معظم هؤلاء ليسوا فقراء، هذا هو الواقع، وإنما صاروا أصحاب صناعة خاصة من باب الدعابة هي صناعة الشحيم، هذا للأسف هذا الواقع يعني. أيضا لا أقول افعل كما يفعل بعض الناس، ماذا يفعل بعض الناس من الجهة المقابلة؟ رول لا وطلع عشرتك ودور عشر، لا تقول ذلك. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأما السائلة فلا تنفع، ما بتعطي لا تعطي، وتعرفه غير صادق غير صادق، لكن لا تنهر يا أخي، هذه ليست الطريقة، هذا ليس أدب الإسلام. أيضا كم من الناس يقول لك مهم يقلعوا هكذا، هذه أدب الإسلام يا أخي؟ الله يرزق، يسر الله أمره، ما بتعطي لا تعطي، لكن بلطف الإسلام بأدب الإسلام، فهذه مسألة مهمة. ومن الناحية الأخرى كما قلنا لا ينبغي أن تتسرع في الإعطاء. رأيت بعض الإخوة في عدة أماكن ترى يحمل مبلغا جيدا يعني فيعطيه بأمثال هؤلاء،
يا أخي ألا تعرف من أقربائك، من جيرانك، من أصحابك؟ اسأل يا أخي، بخاصة المتعففين كما قلنا، الذين لا يظهرون فقرا ولا مسكنا، وهم في أنفسهم في حقيقة أمرهم بحاجة ماسة للعطاء. فهؤلاء أولى بكثير من هؤلاء الذين يتعرضون للسؤال. على كل، لا بأس بإعطائه، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها، أي البدن، لكم لعلكم تشكرون. ثم أقر سبحانه وتعالى الغاية التي شرع من أجلها هذه الذبائح، فقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو المقصود. قال: ايش التقوى؟ انا ليش لا من عباساوية؟ ان شاء الله اسأل الله ان تكون لله خالصة، ولكن مثلا يدخل بعض النيات فتشوب النية الصالحة الصادقة المخلصة، مثل والله بقولوا عني رجال طيب، بقولوا عني كريم، بمدحوني، قرايبيني بتشكروني، الله يكرمك يا ابو فلان، الله يرزقك، الله يخلف عليك، الله الله الله. دخلت: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، اي خالصة لوجهه. التقوى خالصة لوجهه، هذا الذي يناله منكم. ألا تقصد بذبحها مدحا ولا فخرا ولا استكبارا ولا إظهارا لنفسك ولا تعززا بذاتك، لا، وإنما تقصد بذلك تقوى الله عز وجل ووجهه الكريم فقط. وقد ذكر أهل العلم حينما أشاروا إلى تفسير هذه الآية فقالوا: كان بعض أهل الجاهلية إذا ذبحوا في الحج، وتعلمون وقد قلت مرارا إن الحج كان في الجاهلية مما ورثوه من زمان سيدنا إبراهيم على ضلالات كانوا يصنعونها، فصححها لهم الإسلام بأمر الله تعالى وفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بعض أهل الجاهلية يغمس يده في دم الذبيحة ويضع هذا الدم على باب بيته أو على سرج فرسه أو على مكان معلوم قريب من، ليفتخر على الناس بأنه صاحب ذبائح وصاحب إنفاق. وبعضهم يقول إنها ترد العين عن صاحب البيت، فأشار الله تعالى إلى ذلك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا الدم الذي تظن أنه سيمنع عنك شرا أو سيجلب لك خيرا أو تفعله لتفتخر على الناس، لن يصيب الله تعالى منه شيء، لأنك حينما تفعله غالبا لا تقصد به الخير، ولكن يناله التقوى منكم. لذا نهى أهل العلم رحمهم الله تعالى أخذا من هذه الآية الكريمة عن أن يفعل الرجل المؤمن مثل ذلك. وبعض الناس يفعله أيضا حينما يسكن بيتا جديدا، فتراه يضع دم الذبيحة حينما يذبحها ويصبغه على باب بيته، وهذا من المنهيات الشرعية التي لا ينبغي للعبد المؤمن أن يفعلها، فإنها لا ترد شيئا ولا تفعل شيئا، وإنما ما يتقرب به إلى الله حقيقة وما يقبله رب العزة التقوى، الإخلاص في هذه العبادة منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في عملنا لوجهك الكريم وأن تجعلنا من المحسنين، والحمد لله رب العالمين.